نقوم بهذه العملية. أول شيء نجي هاي معادلة عندنا أمامنا، يقول الضغط الكلي لأي مائع يساوي، هذا الضغط الكلي يساوي ضغط السرعة هذا زائد الضغط الاستاتيكي. زين، الضغط الاستاتيكي قلنا ضغط الماء عند السكون، ضغط السرعة ضغط الماء أثناء الحركة. الطاقة الكلية هي مجموع ذني الضغطين. زين، بعدين شو يقول؟ يقول هاي فكرة الضغط السرعة استخدمناها وين؟ في قياس سرعة الماء في الأنابيب. ليش؟ إذا تتذكرون من أجزاء معادلة برنولي هو شنو؟ هذا الجزء اللي هو الفي تربيع على 2 جي، اللي يمثل لي يعني ضغط، من أقول ضغط طلاب، من أقول ضغط أعرف أنه هو إذا أحكي على ارتفاع، لأنه قلنا نعبر عن الضغوط نقدر نعبر عنها بارتفاع عمود السائل، فمن أقول اتش أعرف أنه هو ضغط، لأنه بدنا نعبر عنه بارتفاع عمود السائل باعتبار أنه الضغط فيه يساوي قلنا رو جي اتش. بما أنه الرو ثابتة والجي ثابتة بالنسبة للسائل، فراح يكون ضغطه يعتمد على الاتش بشكل ايش خلينا نقول اساسي. زين، هنا عندي هذا الجزء الاتش في اللي هو شنو؟ خلينا نسميه ضغط السرعه، مسميه هنا او طاقه السرعه، هذا يساوي في 2 على 2 جي. زين، هسه من خلال هاي المعادله اقدر ارتبها في شكل معين بحيث تطلع لي الفي. نعم، هاي الفي تربيع، بما انه هي تربيع بس يعني راح يصير كالاتي، الفي تربيع تساوي ال اتش في مضروبه في ال 2 جي. زين، اذا اريد الفي راح يصير ال اتش في 2 جي الكل تحت الجذر، اللي هي هاي المعادله مرتبها سوا 2 جي اتش. هاي معادله السرعه، هاي معادله السرعه، يعني شنو ايش تحتاج انت؟ تحتاج هاي 2 ثابت، الجي هو التعجيل، والاتش اللي هو شنو؟ هو ارتفاع السرعه او ضغط السرعه. زين، هسه خلينا ناخذ فد مثال نشوف شو راح نستفاد من هاي الشغله. يقول يتم تبريد مكثف في ماكينه تبريد بالماء. تبريد بالماء يعني شنو؟ ماء يجري في انابيب، تبريد بالماء شلون يتم؟ براديتر او غيرها، ما يجري بانبوب، هذا الماء اثناء جريانه في الانبوب راح يكون هو درجه حرارته منخفضه، الماء راح يكتسب حراره، من اكتسب حراره راح شنو؟ يعني يبرد المحيط الخارجي. فهنا هسه ما لنا علاقه بكلام الحراره وغيرها، خلينا نحكي على السرعه. يقول اذا تم قياس الضغط الكلي، يا هو الاتش تي الاتش توتال، والضغط الاستاتيكي اللي هو يا هو الاتش اس الاتش للاس استاتيك، يعني في خط انبوب الماء للمكثف، فوجد انهما 22 يا هو الاتش تي و21 يا هو ال اتش اس على التوالي، اوجد سرعه الماء، يعني شو يريد الفي، سرعه الماء في الانبوب، هذا مجهول. زين، خلينا نجي نفكر نقول احنا هو يريد الفي مو صحيح؟ زين، اني منطيني ارتفاع ضغوطات بهيئه ارتفاع بالمتر، بهيئه ارتفاع، شلون راح اقدر استخرج الفي؟ فاجي افكر اقول اني الفي هواي بها قوانين، بها الازاحه على الزمن، بها مثلا هذا الدي على تي هذا يطلع لي سرعه، عندي الكيو على اي هم يطلع لي سرعه. زين، وعندي هذا تحت الجذر 2 جي اتش هم يطلع لي سرعه. شوف اكثر من طريقه انا اقدر اطلع السرعه. فهنا اني اجي اصلا اقول اني هنا معطيات السؤال يا هم ذني المعادلات اللي تطلع لي السرعه راح استفاد من عندها. اول وحده ما منطيني لا ازاحه ولا زمن، مو صحيح؟ زين، ثاني وحده لا ما منطيني تصريف ولا منطيني مساحه مقطع عرضي، اذا هاي هم ما تشتغل، يعني هاي ما تشتغل وهاي ما تشتغل. اذا ايش بقى عندي؟ الامل موجود بهاي المعادله الاخيره. ليش؟ لانه يعني الاثنين ثابت والجي تعجيل، بقى الاتش، الاتش هو ارتفاع السرعه اللي هو الاتش، الاتش في هذا اللي هنا هسه قريناه، وين هذا هسه هاي المعادله، هاي المعادله تشوفوها، هذا الاتش في اذا احسبه اطبقه بهاي المعادله راح تطلع عندي السرعه. زين، هنا منطيني ضغط التوتال، هذا التوتال منطيني اياه، منطيني الاستاتيك، فبس ارتب المعادله راح يطلع لي الاتش في يساوي الكلي ناقصا الاستاتيك، هذا الارتفاع الكلي او الضغط الكلي ناقص الارتفاع الاستاتيكي يسموه.
فراح يطلع عندي 0.4 باعتبار 22 22 ناقص 21.6 راح يطلع لي 0.4 شنو متر. زين من طلع لي 0.4 متر ايش راح يصير عندي؟ هذا راح اجي اعوضه بمعادله السرعه اللي هي 2 جي في الاتش في 2 في 9.81 في 0.4. بكل بساطه حصلت على سرعه السائل عند النقطه اللي يكون بها ضغط الارتفاع العفو ضغط السرعه او طاقه السرعه مساويه ل 0.4. صار واضح طلاب؟ هذا فد مثال جدا بسيط. هسه واحد يسالني يقول لي زين انا هذا شو استفاد من عنده؟ في بعض الاحيان قلت لك يعطيك فد سؤال ما يقول لك يجوز احسب السرعه، يعني هنا ما يكتب لك احسب السرعه بشكل مباشر، وانما شو يقول لك مثلا اوجد التصريف، فش يعطيك؟ ينطيك مساحه مقطع العرض للانبوب وهو يريد التصريف وما معطيك سرعه. زين انا شلون اطلع التصريف؟ التصريف شو يساوي؟ يساوي اي في الفي، هو الاي معطيني اياه بس الفي ما موجود، فشلون استخرجه من ذني المعطيات؟ فاذا يعني من يطلب منك سرعه خلي في بالك مو فقط احنا مش يعني بالمراحل خلينا نقول الابتدائيه والمتوسطه كنا نعرف انه السرعه هي الازاحه على الزمن وهاي خلاص، لكن بعد ما يعني تطورنا قرينا وتطورنا وصعدنا مراحل بالدراسه ظهرت ايضا امامنا معادلات اخرى يعني درسناها انه السرعه مو فقط هي ازاحه على الزمن، ممكن تصريف على مساحه مقطع عرضي، ممكن 2 جي اتش تحت الجذر، تلاحظون شلون؟ حتى شنو مداركك تتوسع. زين هذا هنا ايضا عندنا مثال اخر يقول هواء يسري في مجرى بسرعه، هذا هواء يسري في مجرى، وياي طلاب تسمعوني؟ اي دكتور وياك. زين هواء يسري في مجرى بسرعه مجهوله، سرعه مجهوله، اذا شنو هذا؟ ما نعرفها ايش قد. زين وباستعمال المانوميتر زئبقي، يعني شنو مانوميتر زئبقي؟ يعني راح ينطيني ارتفاع وراح ينطيني من خلال اقدر اعرف ضغط ساكن، لان المانوميترات تعرفون شو تقيس؟ الضغط الساكن. زين وجد ان عمود ضغط السرعه يساوي 20 ملم زئبق، شوف معطيني اياها بايش؟ هذا وين؟ بالمانوميتر، ضغط عمود السرعه، يعني هذا ايش ينطيني هسه هنا عمود ضغط السرعه؟ يعني الاتش في، الاتش في فيلوسيتي يعني ارتفاع ضغط السرعه هو الاتش في، قلنا عندنا ايش كم اتش؟ عندنا اتش اس وعندنا اتش تي هسه بهالمحاضره وعندنا اتش في. فضغط عمود السرعه هو اتش في، ايش قد يساوي لي؟ يساوي لي 20 ملم زئبق. زين يابا يقول اذا كانت كثافه الهواء تساوي 1.2 كيلوغرام على المتر المكعب، طاني كثافه الهواء، وكثافه الزئبق تساوي 13600 كيلوغرام على المتر المكعب، كثافه كتليه منطيني. يعني هنا هسه اذا اريد نكتبها حتى نعرف، هنا هاي الرو، هاي الرو المن للهواء، هاي الرو للهواء وهاي الرو المن، هاي للزئبق الاتش جي. فما هي سرعه الهواء؟ يعني يا هي هاي المجهوله ايش قد يريدها. زين هنا ايش يقول؟ يقول احنا عندنا ضغط سرعه منطينه اللي هو شنو؟ هو الاتش بي. فشلون نحسبه؟ عندنا الاتش بي، يعني هسه هنا مثلا عندنا انبوب، هذا خلينا نقول لا اوضح لكم اياه برسم حتى يصير واضح، هذا انبوب وهذا هنا عندي سائل دايجري، سائل دايجري هنا. زين هذا السائل راح يدخل هنا الى ارتفاع معين، راح يدخل الى ارتفاع معين مقداره اتش، هذا الارتفاع يعادل لي ضغط السرعه داخل هذا الانبوب. زين فاني اذا حسبت هذا الارتفاع ايش قد، ضغط الارتفاع راح اعرف ضغط السرعه ايش قد. زين هو منطيني اياه ولا ما منطيني اياه؟ نعم منطيني اياه، 20 هذا الارتفاع 20 ملم زئبق. زين فش هذا ضغط السرعه اللي هو هنا مسميه بي في، ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي الرو جي اتش، الرو يارو كثافه الزئبق حياته، والجي هو التعجيل الارضي،
وال 0.2 ليش؟ لان هاي 20 ملم زئبق. من يقول لي ليش حولها؟ ليش قسمها على الف وحولها متر؟ ليش ما بقاها مليمتر؟ احد يقدر يقول لي؟ لأن وحدة الضغط باسكال. لا هسه بغض النظر، بعدني ما اعرف انا ايش راح يطلع النتيجه، ما اعرف باسكال لو مو باسكال، بس بشكل عام هسه انا دا اطبق معادله، نجي على وحده وحده، هاي شنو وحداتها؟ هاي كيلوغرام المتر المكعب. هاي شنو وحداتها؟ وحداتها متر الثانية تربيع، مو صحيح؟ إذا شنو؟ شوف لاحظ، متر مكعب، زين شلون هاي من دونها مليمتر؟ لازم أحولها مثلهن، أسويها متر فحولها هو. زين، مو هذا كلامنا. النقطة وين؟ النقطة أنه آخر شيء طلع لنا الناتج هذا نيوتن على المتر مربع اللي هو مثل ما قال زميلتكم باسكال. زين. زين طلعت أنا ضغط السرعة، طلعته بوحدات الباسكال أو النيوتن على المتر المربع. زين. هنا شلون راح استخرج السرعة؟ شلون راح استخرج السرعة؟ هنا لو تجون للمعادلة مال باسكال نطبقها، عندنا هسه صار عندنا البي في، هذا البي الفيلوسيتي يعني اقصد بي، يساوي لي فد رقم هو هذا 2 6 6 8 0 3 2. زين البي هذا شنو وحدات نيوتن على المتر المربع؟ انا شو احتاج؟ شريد اريد سرعه. زين هذا نيوتن على المتر المربع تطلع لي سرعه؟ لو لازم اسوي بيها فد شيء؟ لا، لازم شو اسوي؟ لازم اقسمها. يعني لا تذكرون معادله برنولي هسه هنا لو نجيها، معادلة برنولي من سويناها ايش قلنا؟ قلنا طاقة، لاحظ هنا هذا طاقة زائدا طاقة زائدا طاقة، هاي كلها طاقة، طاقة ضغط، طاقة حركية، طاقة ارتفاع. لاحظ هنا طاقة لكل وحدة كتلة، طاقة لكل وحدة كتلة، طاقة لكل وحدة كتلة، هنا ارتفاع ارتفاع ارتفاع، يعني هاي لو تصفيها تصير هذا بالمتر، هاي مثلا على سبيل المثال هاي مثلا تطلع لي متر على متر تربيع على الثانية تربيع، لأنه هاي شوف سرعة تربيع، فذني كلها تطلع متر تربيع على الثانية تربيع. زين أنا يهم ذني تفيدني تخدمني حتى أطلع السرعة. هنا إذا قلت لي أول وحدة ما مطيك في، ما مطيك حجم، أنا أحتاج حجم، ما مطيك كتلة، هنا أحتاج كتلة أحتاج حجم، هنا كتلة أحتاج. زين إذا تجيني على ثاني وحدة منطيني ضغط، نعم منطيني ضغط، حسبته هسه منطيني كثافة، نعم منطيني كثافة، هو يريد السرعة، الارتفاع ما مطلوب، ليش؟ انه ما يقول لي انبوب ماء الا شيء، ففرق الارتفاع راح يكون تقريبا مهمل. زين اخر وحدة ايضا راح تشتغل، لكن شنو بيها؟ جي التعجيل، هذا فشيء اضافي ما راح احتاجه، يعني حتى لو اخليه هنا بالمعادلة، وينها هاي المعادلة هسه؟ لو اخلي هنا جي مثلا وهنا هم اخلي جي، شنو اللي استفاديته؟ يعني بس مجرد إضافة أرقام، فأنا شو أسوي؟ كأنه مختصرتها. فالمعادلة مالتي ايش راح تصفي؟ أنه هذا الضغط، من هذا الضغط هذا العفو، من قسمته على الرو صار يعادل لي الفي تربيع على 2. ليش؟ هاي معادلة برنولي تحكي، تقول لك هذا نرجع وين؟ نرجع المحاضرات الأولى مال وحدات والأبعاد. تتذكرون ايش حكينا هناك؟ قلنا الابعاد المتشابهه ممكن ان تجمع مع بعض وتطرح، لكن الابعاد المختلفه ما ممكن، يعني ما ممكن مثلا هذا الضغط نيوتن على المتر المربع، اجمع ويا سرعه، لو اطرحه من سرعه ما ترهم، ممكن اضربهن اقسمهن، لكن كجمع وطرح ما يصير. فانا شو اسوي؟ لازم يعني من اسوي هيك عمليه لازم اسويهن كلهن نفس البعد، فهنا هذا الضغط ما اقدر يعني اشتغل ويا السرعه الا اغير البعد مالته، فشو اسوي؟ قسمته على الكثافه. من قسمته على الكثافه اللي صار شنو؟ خلينا نجي نشوف اللي صار شنو. عندي الضغط هو نيوتن، او مو نيوتن، خلني اسويها ابعاد حتى تفهموها. الضغط منين جاي؟ جاي من قوه على مساحه، هذا الضغط. من اقسمه على الكثافه، الكثافه منين جايه؟ جايه من كتله على شنو؟ على مكعب الطول، يعني حجم، كتلة على الحجم. زين نجي هاي القوة نقدر نفسخها بعد؟ نعم نقدر نفسخها. شو نقول؟ القوة شو تساوي؟ الكتلة في التعجيل، الكتلة ام في التعجيل اللي هو شنو؟ بعد طول على مربع بعد الزمن. عفوا
زين هنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي الام راح تختصر وياها، يعني الكتله راح تختصر وياها الكتله. هاي بدي احكي لك هذا شلون دا يساوي هذا. زين هذا ال تربيع كله راح يروح، يروح ويا من يروح ويا هاي التكعيب. ايش بقى عندي هسه هنا؟ بقى عندي ال على اس تربيع كلهن مقسومه على ايش قد؟ على ال، العفو مقسومه على واحد على ال، لان هاي الام راحت فمقسومه على واحد على ال. زين مقام المقام راح يصعد وين؟ راح يصعد بس، فصارت ال تربيع طول تربيع على زمن تربيع. هاي هنا غلط، مو اس، لازم اكتب تي. هاي هنا هم تي، هاي تي، هاي تي. زين ف ال تربيع على تي تربيع، هذا يا طرف، هذا الطرف هذا يساوي هذا الطرف لو ما، يعني قصدي كابعاد يساوي لو ما يساوي؟ يساوي. ليش؟ انه الفي تربيع هي طول على زمن، طول على زمن تربيع يصير طول تربيع على زمن تربيع، وهذا نفس المقدار ويا هذا. اذا اقدر هسه اقدر اشتغل عمليات رياضيه بيناتهم، بينما قبل ما كنت اقدر اشتغل. زين فعرفت ليش هسه الضغط قسمت على الكثافه؟ حتى احصل فتشي اقدر من خلاله انه اتعامل مع هذا الطرف الايمن اللي هو في تربيع على 2. زين واحنا عندنا معادله برنول، يعني هاي مو فتشي احنا بدنا نخترعها، ولكن هو معادله برنول تقول اكو ثلاث اشكال لها، فهذا شكل من اشكالها. زين هنا هسه الفي تربيع بعد ترتيب المعادله ايش راح يساوي؟ راح يساوي الاثنين طرفين وبسطين، 2 في بي في على يا كثافه على كثافه الهواء، على كثافة الهواء باعتبار هو اللي يجري بالانبوب هواء. زين الفي هنا بعد انا هنا في تربيع اجد اجزرها راح تطلع لي السرعة، يا سرعة الهواء، تطلع لي سرعة الهواء. فلهنا صارت الامور ماشية. اكو سؤال لهنا؟ زين نجي على فتشي اسمه قياس سرعة المائع، اللي هو هسه نفس الحكي اللي نحكي، لكن اكو فتش اجهزه سووها. يعني مثلا هذا انبوب، بيتوت، هذا انبوب فد جهاز معين يخلوه في مجرى السائل، يعرفون من خلاله طبعا بوجود معطيات، مو يعني هيك مباشره، بوجود معطيات يقدرون يعرفون من خلاله سرعه السائل. قبل ما اشرح لكم يا خلي اراويكم فيديو عليه حتى من احكي تفهمون هو شنو اللي يصير. بس خلينا نسوي، شوفوا هذا الفيديو، واضح امامكم الفيديو طلاب؟ الفيديو واضح امامكم دكتور؟ بس هيك هاي مال الملزمه، هاي مو فيديو واضح. ما طالع فيديو قدامكم دكتور؟ هسه طلعت ماشي. هذا انبوب يجري به مثلا سائل على سبيل المثال، زين عيني خلينا نشوف شنو هذا انبوب بيتوت، شنو الترتيب مالته. هذا انبوب يجري به سائل، زين من يجري به سائل انا اريد احسب سرعه السائل، فمن اخلي انبوب بشكل عمودي بهالطريقه هاي راح يحسب لي ضغط السائل الساكن. يعني هذا ضغط السائل، مو ضغط، اكو ضغط السائل بضغطين، ستاتيك اللي هو هذا، زين واكو دايناميك او الحركي اللي هو شنو يكون. هذا السائل من يجري بشكل افقي يسلط ضغط، يعني مو ضغط، يعني شلون اقول لك، اكو ضغط استاتيكي يسموه، واكو ضغط، لا ضغط سرعه، ضغط حركي. فهذا الضغط الحركي شلون احسبه؟ قالوا سهله، نجيب انبوب، بهالشكل هذا بشكل 90 درجه. هذا الانبوب بشكل 90 درجه مو راح يدخل به السائل، راح يدخل بضغط معين، فراح يقيس لي ضغط السرعه وليس فقط الضغط الاستاتيكي، حيقيس لي ضغط السرعه اضافه للضغط الاستاتيكي. فشي يسوي؟ شوف هنا الارتفاع هذا ضغط استاتيكي، ضغط سكوني، هنا لا ضغط حركي. يعني شنو؟ يعني ضغط السكوني اللي هو من هاي النقطه الى هاي النقطه، اضف اليه هذا الارتفاع الاخر اللي هو الضغط الحركي. فخلينا نشوف ايش راح يصير. هذا الدايناميك بريشر، هاي المسافة اللي أشرها هسه هو، والستاتيك بريشر هو هذا، يعني بالطرفين مأشر لك إياها نفس الارتفاع.
زين هذا هسه الدايناميك بريشر اللي هو شنو ال اتش في زائدا ال اتش اس اللي هو هذا الستاتيك بريشر يعطيني الاستاجنيشن بريشر اللي هو ال اتش تي ال اتش توتال. زين من اني اقدر يعني هنا من اقدر اعرف ال اتش ستاتيك وال اتش دايناميك اقدر اعرف السرعه. نعم اقدر اعرف السرعه. شلون اعرف السرعه؟ ها هذا الانبوب ايش يقيس لي؟ ما يقيس لي السرعه هنا عند رأس الأنبوب، يقيس لي السرعة بهاي النقطة رقم واحد ما أعرفها، النقطة رقم اثنين أعرف إيش قد السرعة مالتها صفر. ليش؟ إن هذا الأنبوب من صعد الماء إلى ارتفاع معين بعدها يتوقف الجريان. شوف هو ده يخلي لك أسهم، ده يروح الماء بعد منه ومنه خلاص، يعني الجريان فات بالأنبوب، السائل فات بالأنبوب ارتفع إلى حد معين وخلص، بعد ماكو جريان. فسرعة السائل عند نقطة هاي نقطة الأنبوب اللي هي اثنين صفر، النقطة عند السرعة عند النقطة واحد ما نعرفها ايش قد، احنا نريد نحسبها. لاحظ هنا بس خلي ارجع شوي الفيديو، خلي اوقفه. اني المطلوب احسب الضغط السرعة عند النقطة رقم واحد ما اعرفها ايش قد. فسويت جبت انبوب هذا قاس لي ستاتيك بريشر، جبت انبوب ثاني بشكل حرف 90 اللي هو هذا بيتوت تيوب يسموه. هذا ايش صار بيه الانبوب الثاني؟ فات بيه السائل بسرعه معينه، ارتفع السائل الى هذا المقدار، بعدها هي صار ضغط السرعه عند هاي النقطه مساوي لمن؟ الى ضغط ارتفاع عمود السائل، فصار توقف الجريان بعد بهذا الانبوب، فالسرعه صارت هنا صفر، هاي اعرفها اني الفي 2. الفي 1 مجهول انا اريدها. زين الاستاتيك بريشر معلوم؟ نعم معلوم. زين لمن نطبق معادله برنولي شوف شنو اللي راح يصير عندنا، اللي راح نستفاده شنو؟ لاحظ معادلة برنولي شو يقول لك؟ يقول لك أول شيء عندك هنا الزي أو الزيت راح تلغي اللي هو نفس الاتش احنا حكينا عليه بالبداية، قلنا ام جي اتش أو جي اتش أو الاتش، هو هنا مزوله رمز زيت أو زي باللهجة الأمريكية. زين فهنا راح يصير شنو؟ راح يصير راح يلغي الزيت. ليش؟ لأنه الواحد نفس الارتفاع ويا اثنين، مو مايله مثلا حتى تاخذها بنظر الاعتبار، فالارتفاع راح يلغي. فشوف هو هسه راح يشطب لك عليه. ها السرعه الثانيه ايضا راح تلغي. ليش؟ لانه قلنا صفر السرعه الثانيه، السرعه الثانيه صفر. ليش؟ لانه يعني هو دخل الانبوب استقر عند مدى معين، فبما انه السائل مستقر فمعناته ماكو جريان، يعني السرعه صفر، اذا لغاها السرعه الثانيه. والارتفاعات اللي لغت عندي باعتبارها ايضا صفر، ايش بقى عندي بالمعادله لو تلاحظون؟ بقى عندي ال P1 روجي ال P1، وين ال P1؟ من يقول لي شلون اعرفه؟ احد عنده يعرف شلون ال P1 احسبه مال النقطة رقم واحد؟ ها طلاب سووا ريفرش للذاكرة. الضغط عند النقطة رقم واحد هو هذا، هذا الارتفاع مال ستاتيك بريشر، هذا أول أنبوب، الأنبوب المستقيم ده شوفوه امامكم، هذا ارتفاع الاتش هو هذا الضغط عمود السائل عند النقطه واحد، الضغط الساكن هذا اول واحد. الرو معلومه كثافه السائل، الجي تعجيل، هذا اول مقطع راح. ثاني مقطع الفي 1 تربيع ما مجهوله انا اريدها، 2 جي هذا ثابت، هذا راح الطرف هذا هسه صار اوكي، بس عندي مجهول واحد هو السرعه الاولى. نجي على الطرف الاخر اللي هو النقطة 2، النقطة 2 شنو يريد بها؟ يريد ال P2، ال P2 هنا شلون احسبها؟ ال P2 هنا هي عبارة عن هذا كله، هذ لحظة، عبارة عن هذا كله ال P dynamic زائد ال P pressure، هذا كله موجود عندي ال P2. زين؟ فإذا ال P2 هنا ايش راح يصير؟ ال P static زائد ال P dynamic، pressure static زائد pressure dynamic. الرو معلومة، جي معلومة، هذا يعني ملغيات السرعة وغيرها. فالمعادلة راح تكون عندي بهالطريقة، هذا هنا شوف شو يقول لك، يقول لك البي 2 اللي هي عند النقطة 2 راح يساوي بي ستاج ستاجنيشن، هاي الاختصار مال هاي ستاجنيشن بريشر، يعني كل الدايناميك زائد الستاتيك تجمعهم يطلع لك البي 2. فبسهوله هسه راح تقدر انت تعرف السرعه. ليش؟ لان كلها صارت معلومه عندك. البي 1 هذا ضغط الاستاتيك بريشر، الرو معلومه، الفي 2 مجهوله، هاي افتهمناها، الاثنين
طبعا هو هنا ما اعرف ليش يعني ضرب المعادله كلها في الكثافه، فانشالت الكثافه منها وانشالت منها، لكن انت تقدر تخليها ماكو مشكله. يعني هاي المعادله الاخيره عوفها، هي هاي المعادله الثانيه هي اللي حتكون يعني ما بها شيء، راح تشتغل زين. لاحظ هنا ايش راح يسوي، راح يبين لك البي 1 هو هذا الستاتيك بريشر، ونفسه هو هذا بالطرف الايسر، يعني بالطرف الايمن هذا هو P1 والP1 بالطرف الأيمن نفسه. نجي على الP2، الP2 هنا عند هاي النقطة هو الستاتيك زائد الدايناميك. شوف هسه هذا يقول لك انه الP1 هو نفسه بالطرف الأيمن وبالطرف الأيسر. زين. هذا الP2 قال لك نفسه هو هذا، يعني الحكي اللي حكيناه هذا يوضح لك اياه. هاي هسه بعد ما شفنا هذا الفيديو، خلينا نرجع هنا. شو يقول؟ يقول يتالف انبوب بيتوت من انبوب زجاجي مثل هذا اللي شفتوه، تشكل نهايته زاويه قائمه، تكون بشكل 90 درجه كما مبين الشكل اللي هسه شفتوه قبل شويه، حيث يوضح الشكل انبوب بيتوت في مجرى سائل بحيث تكون فتحه نهايته نحو الاتجاه المعاكس لسريان المعلم. شلون؟ يعني احنا مستمعين شفناه، هذا من شفناه شلون شكله كان؟ كان 90 درجة وكان الفتحة مالته باتجاه عكس السريان، يعني مفتوحة أمام سريان السائل. زين. هذا تعريفه يعني. وتجدر الإشارة إلى أنه أنبوب بيتوت يقيس سرعة عند نقطة التماس مع المائع فقط. نطبق معادلة برنولي، نفس شوف نفس الحكي. نفس الحكي اللي حكيناه هسه قبل شوية، هذا اللغة عندنا. طبعا هنا مخلي جي، تقدر يعني تستخدم اي نوع من انواع معادله برنولي او اي شكل من اشكال معادله برنولي. هذا كله راح ينشال ويا هذا لانه قلنا نقطتين بارتفاع واحد، فراح يصير عندنا البي 1 وهذا يساوي ها هذا قلنا صفر. ليش قلنا عند هنا عند هاي النقطه، اللي هنا راح تكون سرعه السائل صفر. طبعا بعد مو اول ما يدخل، اول ما يدخل بي سرعه، لكن بعد ما يستقر السائل راح تكون هنا السرعه صفر، وهذا صفر راح يكون. فهذا اللي هو راح يصفر من المعادله. ترتب المعادله بهالطريقه هاي، وبعد ذلك راح تشوف الفي تربيع راح تساوي لي او الفي 2 اللي انا اريدها. طبعا هنا المقصود بالفي 2 هو هنا الصور غلطان، لازم يساليها في 1. شوف هنا، المفروض في 1 وليس في 2، هاي بس يعني خلوها ببالكم. يساوي 2 في الضغط الاول ناقص الضغط الثاني على الكثافه. فراح تقدر تعرف اذا شنو صار عندنا. صار عندنا من واحد يسالك شنو معادلات شنو معادله السرعه، راح تقول له اول شيء الازاحه على الزمن، هاي سرعه. ثاني شيء التصريف على المساحه المقطع العرضي الانبوب، هذا اول شيء، هذا ثاني شيء. ثالث شيء شنو؟ يقول له سهلة، تحت الجذر 2 جي اتش، تحت الجذر. وبعد شنو عندنا؟ يقول لك وعندنا معادلة أخرى بعد تقدر تحسب بها السرعة، اللي هي شنو؟ 2 في بي 2 ناقصا بي 1 على رو الكل تحت الجذر. هاي أيضا شوف صار عندنا كم معادلة للسرعة؟ أربع معادلات للسرعة صار عندنا. زين. بعدين يفصل لك يقول لك حيث P1 هو الضغط الاستاتيكي، اللي هو يا هو P1 حكينا عليه هذا هنا بالبدايه، هذا الانبوب المستقيم ارتفاع عمود السائل. زين P2 هذا P2 قلنا كله الاستاتيك زائد الدايناميك، هذا الاستاتيك، نفسه زائد الدايناميك، يعني هذا كله سميناه الاستاجنيشن بريشر. زين الرو كثافه، ها هي قدرت تحسب السرعه. هو هنا راسمه بهالشكل هذا، بس شفته مو هالقد واضح يعني. شوف بهالشكل راسمه، يعني شفت الفيديو اوضح. فهذا هو الترتيب اللي يسموه البيتوت تيوب، يقيسون به السرعه عن طريق معرفه ضغوط، ضغط الستاتيك بريشر، والضغط الكلي اللي هو ستاجنيشن بريشر. الضغط الكلي اقصد به شنو؟ الاش توتال يعني.
اللي هو شو يساوي لي؟ يساوي لي ال HS static زائد ال HV dynamic. زين، هنا سؤال لكم، هنا الضغوطات استخدمها كارتفاع لو استخدمها كضغط، يعني نيوتن على المتر المربع، هل استخدمها بوحدات المتر ام نيوتن على المتر المربع؟ شو تقولون انتو؟ دكتور متر؟ لا لا مو متر. ليش متر؟ لانه لان هسه خلنا هسه واحد خلي يصفن بيها، هنا هذا الاثنين خوف ثابت ما عليها شيء، هنا ناتج طرح البي 2 ناقص البي 1 ايش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي ضغط. زين، الضغط هو شنو؟ نيوتن على سبيل المثال، طبعا انا اقول على المتر المربع، مقسميها على شنو؟ على كتلة اللي هي كيلوغرام على المتر المكعب، او خلينا نسويها تحليل بعدي احسن، مو وحدات هاي حتى لا تصير هيك اشكال بيها. هاي عندنا قوة على شنو؟ هذا الضغط، قوة على المساحة، يعني F على L تربيع مقسومة على الكثافة اللي هي شنو؟ كتلة على L تكعيب. زين، هنا ال F هي مو وحدات أساسية، فأجي أفسخها بعد أكثر، يعني أسوي وحدات أساسية، بس راح يصير عندي ال F من جاي؟ جاي من كتلة في التعجيل، الكتلة هي M رمزها، التعجيل شنو رمزه؟ رمزه L، يعني متر مثلا على الثانية تربيع، يعني طول على مربع الزمن. فهاي قلنا الام راح تختصر ويا الام، هاي داعي لكم اياها طبعا. هاي التكعيب راح تروح ويا التربيع، تصعد لي فوق، صارت ال تربيع على تي تربيع، جذرتها صارت ال على تي، والال على تي هي شنو؟ ازاحة على الزمن، يعني شنو؟ يعني سرعة. اذا استخدمها بوحدات ضغط وليس بوحدات ارتفاع. هو خو ما مستحي من عندك، هو لو يريد هنا، لو يريد ما كان كتب لك بي بي 1 وبي 2، لو يريد ارتفاع كان كتب لك اتش 2 واتش 1، مو صحيح؟ يعني هذا الاتش اذا اعطاك اياه، هذا الاتش اذا اعطاك اياه ما تستخدمه كاتش، لازم تحوله ضغط، وهذا ايضا اذا اعطاك اياه لازم تحوله ضغط. شلون هسه هنا قبل شوي حولناه ضغط، وينه؟ هنا شوف، انطاني اتش، انطاني هذا 20 ملي متر زئبق، بس ما استخدمته هو، لا سويت له حولته ضغط رو جي اتش. بنفس الحاله اني بالحل المعادلات هاي مال بي تي او، احول ضغط واشتغل عليه. هاي نمسحها حتى لا تشتبهون بها. اي زين، نجي على فد شيء اخر اسمه الفنشوري ميتر. الفنشوري ميتر اللي هو ايضا جهاز قياس السرعه، هذا بالكابريتر بالمحركات. هسه ان شاء الله تاخذون المحركات، مبدا عمل الكابريتر اللي هي طبعا هسه قليل انتشارها، اكثر شيء قاموا يستخدمون البخاخات، بس سابقا الكابريتر مبدا عمله هو هذا الفنشوري. هذا من ايش يتكون؟ يتكون من مخروطين مثل ما موجود امامكم، واحد من عندهم هنا رامز، يعني كاتب لام، يعني ملموم احنا نسميه، يعني جاي بتضييق، يعني توسع بعدين تضييق، والاخر بالعكس تضييق بعدين توسع، سماه منفرج. فواحد مسميه لام هو يعني حسب، والثاني مسميه منفرج. وجزء اسطواني اللي هو هذا الجزء الاسطواني القصير، بالاضافه لجهاز مانوميتر، هذا جهاز المانوميتر تشوفوه. زين، مساحه مقطعي المخروطين متساويين، يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني هذا المقطع خليه هنا اخذ فد لون، هذا المقطع اللي هو على الجهة اليسرى، هذا نفس مساحة هذا المقطع. فهنا بنريد نشتغل، شو نسوي؟ نطبق معادلة برنولي بين يا نقطة، بين النقطة واحد والنقطة اثنين. زين، هنا بنطبق معادلة برنولي، هاي بالفنشوري ميتر الفقد بالطاقة، طاقة الاحتكاك يهمل، يعني يهملوا. ليش؟ المسافة قصيرة جدا، مو فد انبوب هو طويل كلش حتى مثلا يكون به فواقد هواية، انبوب قصير جدا فتهمل فواقد الاحتكاك. زين، قبل ما ندخل مبدأ عمله خلينا نشوف شنو ميزاته. يقول ان الفقد في الضغط نتيجة الاحتكاك ضئيل جدا، ليش؟ وذلك الانسياب الماع بصورة تدريجية، ويعتبر البنشوري جهازا مثاليا لقياس معدل السريان، يعني شنو الكيو؟ تقدر تقيس الكيو مالته، شلون تقيسه هسه نعرف؟
وجهاز الفنشوري شائع الاستخدام خصوصا المواد ذات الحجم الكبير وغير باهظ الثمن، وهاي الامور هاي يعني نظريا حاولوا انتم بعد تقروها. نجي على مبدا عمله، هنا من نطبق معادلة برنولي بين النقطة واحد والنقطة اثنين. خليني أشوفكم فيديو عليها حتى تكون من أشرح لكم إياها تكون واضحة أمامكم. لا ما أريد واحد يحكي، أريد فد أنيميشن يعني. لاحظوا طلاب هنا هسه هذا فنشوري ميتر، طبعا هنا هذني مانوميترات هذني بالاسفل قيس لنا الضغط. بشكل عام انتم تعرفون معادله برنولي شو تقول؟ اذا زادت السرعه شو يصير بالضغط؟ راح يقل الضغط، والعكس صحيح، اذا قلت السرعه راح يزيد الضغط. يعني السرعه بالمقطع الصغير راح تكون عاليه، ليش؟ لان تدرون احنا اكو معادله اخرى غير معادله برنولي، هي معادله الاستمراريه. شو تقول لي؟ تقول لي انه كلما زادت مساحه المقطع العرضي للانبوب صار بسرعته، قلت سرعته. زين، كلما زادت مساحه المقطع قلت سرعته، والعكس صحيح. فهنا شنو اللي راح يصير؟ عندي تضييق، يعني القطر او مساحه المقطع العرضي صغرت، السرعة صار بها لاحظوا زادت. فد لحظة خليني أرجع شوية. لاحظ ايش يصير هنا؟ هنا بهذا المقطع الأيسر السرعة مأشرة على فد رقم معين، لكن بالمقطع الأوسط اللي هو بتضييق السرعة ايش صار بها؟ زادت. زين، اذا هنا السرعه قليله هنا السرعه عاليه، يفترض الضغط هنا ايش راح يكون؟ بالبدايه راح يكون عالي، والضغط بالوسط اللي هو التضييق راح يكون منخفض. فلاحظوا هسه من اجي اشوف هاي المانوميتر، هذا من يرتفع السائل معناته شنو؟ معناته الضغط هنا منخفض لو مرتفع، من يرتفع السائل باتجاه الانبوب بالوسط هذا. اريد واحد يجاوبني. هذا السائل بهذا الانبوب ارتفع، معناته هذا الضغط قل او زاد هنا؟ دكتور الضغط هنا قل، لان ضغط الهواء راح يكون اكبر من ضغط الانبوب. ضغط الهواء تقصدين هنا مو صحيح؟ اي دكتور، بالضبط، يعني هنا معناته شنو؟ من ارتفع هذا السائل معناته الضغط هنا انخفض، وهو هذا مبدأ عمل برنولي، من يزيد السرعه الضغط شو يصير بيه؟ راح ينخفض. زين، نجي على هنا. هنا لاحظوا كل شيء، يعني ما السائل ارتفاعه نازل، فمعناته هنا عندي ضغط اعلى من الضغط في البدايه، هنا اعلى من الضغط بالوسط، وايضا الضغط بالنهايه ايضا تقريبا نفس الضغط بالبدايه، لانه قلنا السرعه راح تكون نفسها، هاي السرعه واحد والسرعه اثنين نفسها، السرعه الوسطيه هي راح تختلف. فلاحظوا هذني الان يسموها المانوميترات الموجودة، اللي هو هذا أول واحد، هذا بس مجرد يوضح لك يعني حالة عدم وجود ضغط، يعني تقدر تشيله تحذفه. الأوسط بيشوف يبين لك الارتفاع، معناته الضغط هنا منخفض. زين، هنا هذا الفنشوري إذا أنت تعرف معطيات ضغط وتعرف مثلا سرعة، خلينا نقول تقيس في السرعة معينة، تقدر تعرف السرعة الثانية أيضا، راح تقدر تعرف السرعة الثانية. فشلون راح نعرفها؟ راح نشوف هسه خليني يخلص الفيديو حتى نشوف المعادلات اللي هي راح نقدر نسويها. هي طبعا كلها معادلات برنولي، بس مجرد ترتيب يعني بالارقام او بالمعطيات. هنا ما عندي اتش او ما عندي زد، ليش؟ لانه الانبوب افقي، ما عندي فرق ارتفاع، مو صحيح؟ فاذا شنو اني؟ ما عندي هذا راح يلغي، يبقى عندي فقط الضغط. راح اخلص الفيديو، راح يبقى عندي فقط الضغط ويبقى عندي السرعه. زين، خلينا نشوف شنو راح يصير. نجيب معادله برنولي نطبقها، اللي هي البي 1، طبعا هاي معادله نطبق هاي الثانيه الخضراء، نطبق الخضراء البي 1 على الرو 1 زائدا الفي 1 تربيع
على طبعا هسه واحد يسألني يقول لي زين أني أقدر أستخدم هاي المعادلة باللون الأحمر؟ أقول له طبعا تقدر تستخدمها ماكو مشكلة، بس إحنا ليش ما استخدمناها؟ ليش ما استخدمناها؟ لأنه أني الجي هو راح ينحذف، فأني ليش أخليه هنا للجي؟ يعني هنا الجي راح ينحذف ويا الاتش، هذا كله راح ينحذف، فأني ليش هنا مخليه وخليه داخله بالحسابات وأضرب فيه 9.8؟ ماكو داعي، هذا كل المقدار هو راح ينحذف، الاتش صفر فالجي راح يروح ويا صفر، هاي بالخضرة بالمعادلة الخضراء أقصد. فأستخدم المعادلة الثانية هي البي على رو زائدا الفي تربيع على 2 زائدا الجي اتش. وينها؟ هياتها. بي 1 على رو 1 في 1 في تربيع على 2 جي اتش. هذا كله راح ينشال. لأنه الزيت أو الاتش عندك صفر فكله راح ينشال، فأنا بعد ليش هنا أجي أخلي جي وأدخلها بالحساب وهنا هم أخلي جي وأدخلها بالحساب؟ ماكو داعي. فهنا بعد تصفية المعادلة هذا احذفتهن ليش؟ انه النقطتين على مستوى واحد ارتفاع واحد فانحذفت. زين شي يقول؟ يقول التغير في طاقة الوضع، طاقة الوضع يقصد بها طاقة الارتفاع يعني، يعني هاي الزيت او الاتش بين النقطتين يساوي صفر، وذلك لوجودهما على نفس المستوى الأفقي، فحذفناهن. إذن المعادلة راح تصير بهالشكل هذا. هاي هنا فد لحظة، هذا هنا يكون يحذفها، الهاي هاي يكون يشيلها غلطان الظاهر به. تصير المعادلة بهالشكل. زين من تصير المعادلة بهالشكل تعيد ترتيبها، فش راح يصير عندك؟ راح يصير ال V يعني هنا من ترتبها المعادلة راح تطلع عندك هاي المعادلة الناتجة، ال V 2 تربيع ناقص ال V 1 تربيع على 2 يساوي ال P. بس انتبه هنا طلاب، هنا V 2 بادي بيها، هنا بادي بال P 1. بس واحد يقول لي ليش؟ أقول له أنت هسه رتبها المعادلة، خلي نرتب المعادلة ونشوف شو يصير بالمعادلة. شنو اللي راح يصير عندنا؟ راح يصير عندي ال P 1 اللي هنا أكتبها ال P 1 على رو 1 هاي راح أنقلها للطرف الآخر، فراح يصير إشارتها سالبة، يعني الطرف الآخر اللي هو هذا ال في تربيع في 2 تربيع على 2 ناقصا في 1 تربيع على شنو؟ على 2. زين هذا ال P2 راح نقله منه، ايش راح يصير؟ راح يصير اشارته سالبه، P2 على 2 على رو العفو. فلاحظوا من رتبت المعادله ايش صار بيها؟ صارت ال1 ال P يبدي بال1 وال V تبدي بال2، فهو هاي المعادله اللي صارت عندي. زين بعدين شو يقول لك؟ يقول لك لهنا خلص الحال؟ الجواب لا. شو يقول لك؟ يقول لك بعدني اني اكو شغلات احتاجها. يا بس تحتاج؟ يقول لك من معادله الاستمراريه، هذا امسح ذني حتى هاي قلنا غلط. اي من معادله الاستمراريه هاي اللي تقول اي1 في1 تساوي الاي2 في 2، هاي معادله الاستمرار تذكروها. من هالمعادله ايش راح يصير؟ ال في 1 ايش راح يساوي؟ راح يساوي لي اي 2 على اي 1 باعتبار الاقطار مختلفه. شوفوا هذا القطر صغير هذا القطر كبير، فالاي 2 على اي 1 في ال في 2. يقول لك من نعوض بمعادله برنولي؟ مو تدرون انتم هسه هنا هاي المعادله ايش كم مجهول صار بيها؟ ايش كم مجهول هاي المعادله صار بيها؟ مجهولين ال V2 وال V1. زين يعني صرح المعادلة بيها مجهولين؟ ما أقدر أحل المعادلة بيها مجهولين. زين فش أسوي؟ أستخرج أحد المجاهيل بدلالة الأخرى من معادلة ثانية. فالمعادلة الثانية هي هاي معادلة الاستمرارية. زين معادلة الاستمرارية، فراح أستخرج V1 بدلالة ال V2. زين من أستخرج ال V1 بدلالة ال V2 إيش راح يصير عندي؟ خلي شوي هاي اكبرها، هاي المعادله هنا راح اكتبها، بس شنو راح اعوض عن ال V1 بما يساويها من ال V2. فايش راح يصير؟ بس انتبهوا علي، ال V2 هاي نفسها V2 تربيع ناقصا
ال V1 تربيع شو اكتبها؟ اكتب هذا المقدار، هذا مساوي لهذا، فاكتب A1 العفو A2 على A1 في ال V2، صارت اثنينات V2. بس شنو هذا الكل تربيع؟ ها الكل تربيع على 2 يساوي هذا المقدار نفسه. هاي المعادلة من تعيد صياغتها، هسه هنا ما راح اعيدها تاخذ وقت، من تعيد صياغتها ترتبها راح يصير عندك هاي المعادلة، هاي المعادلة راح تصير عندك النهائية. يعني هاي هسه انت لو تقعد ترتبها المعادلة ورا ما تعوض هنا هاي الطرف الأيمن تعوضه بهالمقدار، هذا الطرف الأيمن تعوضه بما يساويه من هذا المقدار تخليه هنا وتساوي ويا بي 1 ناقص بي 2 على رو، تسوي طرفين بوسطين، تسوي العمليات كلها، راح تصفى عندك ال في 2 اللي هي هسه ما عندي في 1، في 1 عوضت عنها في 2، ال في 2 ايش راح يساوي؟ راح يساوي لي تحت الجذر 2 بي 1 ناقص بي 2، هاي الاثنين مضروبه على رو ناقصا 1 على هذا الاي 2 تربيع على اي 1 تربيع. هاي معادله سرعه، شوف هسه كم معادله سرعه صار عندنا، هاي خامس معادله صارت. زين هاي استخدمها في حاله الفنتوري ميتر. شلون راح استخدمها؟ هنا عندي قلنا مانوميترات، هذا راح يقرا لي ضغط معين اقيسه. هذا شوفوا، هذا قرا لي، طبعا هذا هو الصفر مالتي، هذا الخط شويه الابيض صفر مالتي، هذا الارتفاع البسيط هو البي 1، هذا الارتفاع بالوسط هذا شوية عالي هذا ال P2، إذا هاي P1 و P2 صارت معلومة. زين بعد شو يحتاج؟ مساحة المقطع العرضي الفنتوريمتر، خوب هو معلوم أنت لما تجيبه أكيد هو بيه مواصفات وتقدر تقيسه، يعني ما عندك في المشكلة بيه، الأقطار المساحات معلومة. زين من عندك أنت الضغوطات عرفتهن، هاي الضغوطات عرفتهن، هذا ضغط P1 والبي 2، شلون عرفتهم؟ من المانوميتر، ارتفاع عمود الزئبق او اي سائل اخر تضربه في الجي في الاتش، رو جي اتش راح يطلع لك الضغط. زين بي 1 ناقص بي 2 على الرو اللي هي شنو؟ الكثافه موجوده ايضا، كثافه السائل تعرفها، ناقصا 1 ناقص اي 2 تربيع على اي 1 تربيع، اذا كلها معلومه راح تقدر تستخرج الفي 2، من استخرجت الفي 2 راح تقدر تستخرج ال V1 لو لا؟ هاي المعادلة مال V1 اعوض V2 ورا ما استخرجها بهالمعادلة، اعوضها هنا، مساحات عندك معلومة، طلعت عندك ال V1. صار واضح طلاب؟ هاي ما راح تقدر تفهمها اذا مو انت تشتقها بايدك طلاب، هاي سواء بيتوت او الفنتوري اذا مو تشتقها بايدك ما راح تقدر يعني تحفظها او تقدر تفهمها. طبعا انا ما بدك تدرخها، ليش اقول لك اشتقها بيدك؟ من تشتقها بيدك بعد ما تنساها، واذا نسيتها بالامتحان فانت حافظ الاشتقاق مالتها، راح تشتقها بالامتحان راح تعرف المعادله شلون تصير. زين خلينا نجي ناخذ مثال حتى نفهم شنو اللي يصير. يقول ماء يسري ماء بدرجه حرارته كذا خلال جهاز فنشوري اذا كان الفرق في الضغط. شوف شو انطاني هنا، انطاني الفرق بالضغط، يعني شنو؟ يعني انطاني البي 1. من يقول لك الفرق بالضغط يعني اعرف انطاك بي 1 ناقص بي 2، يعني انت لا تعرف البي 1، من يعطيك هيك لا تعرف البي 1 ولا تعرف البي 2، شو تعرف؟ تعرف الفرق بيناتهم. فهنا شو طاك هو الفرق؟ زين انا احتاج اعرف البي 1 والبي 2، لو بس احتاج الفرق نرجع للمعادله، معادله شو احتاج اني؟ هذا شنو؟ هذا الدلتا، الفرق دلتا بي، ها هي. من اعطاني اياها جاهز اقول له كثر الله امثالك وعاشت ايدك، انت اعطيتني اياها جاهز ويعني ما خليتني اني اطرحه وادوخ به، فطاك يا جاهز. اذا كان الفرق في الضغط بين قوسين خالق قراءه المانوميتر يعادل 42.1 سنتيمتر من الماء المقطر، يعني تقريبا نص متر من الماء المقطر عند النقطه واحد، و7.5 سنتيمتر شنو هاي؟ النقطه واحد وعند النقطة 2، هاي شنو هاي 7 سنتيمتر؟ يعادل 7 عند النقطة 1 هلقيت، عند النقطة 2 هلقيت، احسب معدل سريان الماء خلال الماسورة ها يريد هنا معدل السريان، معدل السريان يعني كيو
يريد لتر بالدقيقة، لتر بالدقيقة. خلينا نشوف شنو هاي المعطيات حتى نفهمها، شو مو واضحة كنا ما بالسؤال. خلينا نشوف هنا سوى، هنا طبق المعادلة في 2 شو تساوي 2 في دلتا بي، هاي نفس المعادلة اللي هسه قبل شوي حكينا، هاي وينها، هاي دلتا بي على ها طلاب. هنا ايش منطيك؟ بس لاحظ هذا، هاي الفرق بالضغط الطاقية، هذا الفرق بالضغط. اريد واحد من عندكم يقول لي شنو هاي وشنو هاي. هاي تفيد واحد من عندكم يجاوبني شنو 7.5 جهاز شنية مال جهاز شيء هو قطر ماله. كلش ممتاز، كلش ممتاز. هاي الاقطار انطاني، ليش اقطار؟ لان انا ما اقدر احل اذا ما ينطيني اقطار حتى استخرج شنو، استخرج مساحه. شو اسمك العفو؟ مهدي سليمان. مهدي سليمان، كلش ممتاز. الاقطار يعطيني اياها حتى استخرج مساحات واقدر احل. فهنا سوى المعادله الفي 2 2. هسه واحد يقول لي زين ليش طلع الفي 2؟ اقول له مو هو يريد سرعه، يصير الكيو، الكيو ما اقدر استخرجه الا عندي الفي. زين فالفي 2 ايش راح يصير؟ 2 في دلتا بي مقسومه على رو اللي هي الكثافه. هو ايش يقول لي هنا؟ شنو اللي يجري؟ ما يعني كثافته شنو؟ الف في مضروبه في واحد ناقصا الاي 2 تربيع على الاي 1 تربيع. الاي 2 تربيع هياته، شوف هياته هو سوى 0.025، هاي ال 25 سنتيمتر قسمها على ايش قد؟ قسمها على ايش قد؟ هاي 25 سنتيمتر. هنا ليش قسمها على الف؟ المفروض يقسمها على 100 وليس على الف، مو صحيح؟ اه صح، العفو 2.5، 2.5 صح مضبوط، 2.5 تقسم على 100 يصير هالقد. زين سؤال لكم، سؤال هذا الشيء احنا مو عندنا اي 2 واي 1، ليش بس المساحه، المساحه شنو قانونها؟ من يقول لي مساحة المقطع الدائري شنو قانونه؟ ها باي ار تربيع على 4 ار تربيع. شلون باي على 4 ار تربيع؟ لا مو هيك بعد. من يقول لي باي دي ار؟ باي الحجم في الارتفاع دي، هاي شنو طلاب؟ هاي لازم نرجع لي وين احنا. باي دي تربيع على 4، او اذا تريدها بنصف القطر باي ار تربيع. فاحنا عاده تنطينا قطر فنستخدم باي دي تربيع على 4. زين باي دي تربيع على 4، زين هنا وين ال 4؟ وين الباي؟ وين راحت؟ من يقول لي؟ هنا غير اكتبها باي دي تربيع على 4. دكتور الاي 2 والاي 1 اختصرنا الباي على 4 مالتهم، بقت الدي تربيع. عافيه، كلش ممتاز. هذا عندنا باي دي تربيع على 4 فوق، وجوهم باي دي تربيع على 4. طبعا الدي من اقول دي تربيع دي 1 ودي 2 تختلف، بس الباي على 4 فوق نفس الباي على 4 جوه. فراس ايش سوى؟ اختصرها وخلص من عندها، بقت عندي بس الاقطار. الاقطار ربعهن واحد على الثاني، والكل هي المعادله الكل بها تربيع. يمكن اتصور بس خليني اتاكد هنا، معادله ما بها تربيع، ليش مربعها وهنا؟ يفترض هذا التربيع الصور بمشكلة، يعني هذا يكون إنشار التربيع، فصير المعادلة بهالشكل هذا، لأن هنا ما عندنا تربيع، فهو ما أدري بخليه زايد الظاهر. زين هنا إذا هذا هم بي أخطاء شوية. هنا اللي راح يصير شنو؟ من طبق المعادلة لاحظ فرق الضغط دلتا بي هو سوا دلتا اتش. زين ليش سوا دلتا اتش؟ ليش سوى دلتا اتش؟ مو كان دلتا بي؟ شلون كيف هو يسوي دلتا اتش؟ هذا 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 الدلتا بي ليش راسا سوى دلتا اتش؟ يعني شنو على اي اساس؟ من يقول لي؟ ها نجي نقول، نقول يابا هذا البي، هذا البي هو مين جاي؟ جاي من رو جي. اسمح لي تفضل عيني استاذ. هو الدلتا برو جي اتش، فالرو راح تختصر وين رو، فالجي دلتا اتش. كلش ممتاز. هنا ايش عندنا؟ عندنا رو مثل ما قال زميلكم، شو اسمك العفو؟ حسن فالح فاضل. حسن فالح، كلش ممتاز. مثل ما قال
هذا الدلتا بي هو عبارة عن الرو جي في دلتا اتش، يعني الرو ثابتة والجي ثابتة، الفرق هو وين؟ بالارتفاع. زين، هنا هاي الرو راحت ويا من ويا هاي الرو، ايش بقى عندي؟ بقى عندي 2، بس انا اقول لك انضاف لها جي، هذا جي اللي تشوفوه انضاف، هذا الجي، بس خلي هذا الجي انضاف للمعادلة، فصارت 2 جي دلتا اتش. شوف شلون رتبها. فهنا هسه انت من تجي تطبق، من تجي تطبق 2 في التعجيل في الارتفاع، الارتفاع ايش قد هو هنا مطينا اياه؟ مطينا اياه 42.1 سنتيم، حولته الى متر، صار بهالطريقه هذه وقسمت. فتلاحظون هسه انا كل شيء ما مستخدم، بس ارتفاعات، بس ارتفاعات واقطار. فصار عندي طلعت السرعه الثانيه. طبعا تقدر تحله بدون ما تقسم، بدون ما تختصر، تقدر مو ما تقدر، لكن بس هيك مجرد ارقام زايده وارقام كبيره. فانت شو تسوي دائما؟ شنو الشيء اللي تقدر تختصره اختصره، اخلص من عنده. زين، حتى تصفى لك عندك اخر شيء الشغلات البسيطه بعمليات رياضيه بسيطه، راح يطلع عندك الناتج. زين، هسه طلع عندنا الفي، خلص السؤال؟ الجواب لا. ليش ما خلص السؤال؟ لانه شو يريد هو؟ يريد الجي الكيو. فهنا الكيو هو ايش كاتب لي بالسؤال؟ كاتب لي احسب معدل سريان الماء خلال الماسوره باللتر في الدقيقه. زين، اللتر في الدقيقه، يعني هنا لازم شو اسوي؟ لازم هم اطلع معدل السريان، هاي باي على 4 دي تربيع هاي الاي، وهاي السرعه. طلعت لي التصريف بالمتر مكعب على الثانية. هو شو يريده؟ يريده لتر بالدقيقة. فشوف ايش كم تحويل سوى، حول لي المتر مكعب على الثانية، قسمها على، يعني هو رأسا هيك محولها، انتم لازم تفصلوها حتى يعني لا تدوخون بها. هنا قسم المتر المكعب، العفو، ضرب المتر المكعب في ألف، والثانية سوالها ضربها في 60، فحول الناتج إلى هذا المقدار لتر بالدقيقة. صار واضح لهنا طلاب؟ صار واضح؟ ايه دكتور؟ زين زين، هسه نجي اكو ايضا تطبيق اخر من تطبيقات ال معادلة برنولي. طبعا هنا شوفوا لو تلاحظون معادلة برنولي شلون فادتنا بال بيتوت تيوب وبالفنتوري ميتر، اثنيناتهم ما دخل عندنا الارتفاع، يعني اثنيناتهم ارتفاع حسبناه صفر، فعندنا مجرد ضغوطات ومجرد فرق بالسرعة، او السرعة اولى وسرعة ثانية. السرعة بالبيتوت ميتر قلنا هنا السرعة الثانية راح تكون صفر، هاي السرعة الثانية راح تكون صفر، هنا قلنا هاي السرعة هنا تكون صفر، راح تتصفر الارتفاعات، راح تتصفر، راح يصفى لنا هاي المعادلة. بالفنتوري ميتر أيضا قلنا ضغط أول وضغط ثاني، سرعة ثانية، سرعة أولى، راح ينعرف يعني أي السرعة راح تعرفها، وإذا عرفت السرعة راح تعرف التصريف. ليش؟ لأنه عندك مساحة المقطع العرضي الأي، بس أي في الفي طلع عندك التصريف. هذا لحد الآن هذا المختصر المفيد. نيجي على آخر شيء حتى نختم محاضرتنا لهذا اليوم، هو مقياس ال هون هذا مقياس يسموه الفوهر أو الأوريفايس، الأوريفيس ميتر يسموه. هذا أيضا هو أيضا جهاز لقياس السرعة، لكن شنو يكون أرخص ثمنا وأبسط تركيبا من الفنشوريميتر. الفنشوريميتر تصميمه مو سهل، يعني يكون أغلى. لاحظوا بيه فد انحناءات معينة، فد يعني تدرج في نقصان القطر وغيرها، لكن هاي الفتحة لا، ترتيبها جدا سهل. فشلون يصير؟ يقول تقيس معدل سريان بكفاءة عالية، معدل السريان الكيو. هاي من ايش تتألف؟ تتألف من صفيحة مثقوبة، عندك صفيحة مثقوبة من الوسط فيها فتحة، يعني موضوعة وين؟ في مجرى الماء، يعني مع تعترض مجرى الماء، عندك انبوب، وهاي الفتحه تخليها بنص الانبوب. هون هذا هنا، شوف هنا هذا انبوب، هاي هنا اكو مثل الصفيحه، بنصها شنو اكو؟ باللون الازرق راح اسويها، بنصها اكو هنا مثل الفتحه.
فهاي الفتحة يعتبر مثل التضييق. زين، وتصنع فوهة الثقب بحيث تكون حافتها حادة. يحدد قطر هذه الفوهة بموجب القياسات العالمية المتفق عليها، ويقاس فرق الضغط عبر الصفيحة. عندنا الصفيحة بها هاي وجه الصفيحة خلينا نسميه واحد، وعندنا القفة مالتها اللي هو اثنين خلينا نسميه. فراح يصير عندنا في مقدمة الصفيحة سرعة وضغط معين، وفي بعد ما يعبر الصفيحة ضغط وسرعة أخرى. زين، ويقاس فرق الضغط عبر الصفيحة بواسطة مانوميتر، وتطبق معادلة برنو لقياس السرعة ومعدل السريان. نفس المعادلة، لاحظ ايش صار عندنا؟ نفس المعادلة مال فنشوري ميتر. اكو شيء تغير؟ ما عندنا شيء تغير، لكن بس مجرد انه مكان ما تضييق مال فنشوري جبنا اوريفايس فتحة، فها نفس المعادلة الفنشوري ميتر. نجي مثال، يقول يسري الماء في جهاز الاوريفيس ميتر، هذا هياته موجود امامكم، بسرعات كذا، نعطيك السرعة. إذا كان قطر الماسورة هالقد، يا ماسورة، الماسورة يقصد بها عن الأنبوب، هاي الأنبوب، هذا الأنبوب العادي 0.3 متر، يعني تقريبا ثلث المتر، وقطر ثقب الأورفيس ميتر 6% من المتر، يعني 6 سنتيمات. اوجد مقدار الفقدان في الضغط. هنا شو يريد؟ يريد ايش قد نقص الضغط، يعني شنو مقدار الفقدان بالضغط؟ سؤال، البي 1 لو البي 2 لو شنو مقدار الفقدان بالضغط؟ منو يجاوبني؟ ما طلاب، ما هو مقدار الفقدان بالضغط المقصود به؟ ها، رح تتغدون لو شنو؟ لا دكتور، بعدها ترى ما صار وقت لا الغداء. دكتور وياه. زين، هسه هاي هذا يقول مقدار الفقدان بالضغط ايش يقصد به؟ الدلتا بي دكتور. كلش ممتاز، كلش ممتاز، الدلتا بي هذا مقدار الفقدان بالضغط هو يريده. اذا لا يريد البي 1 ولا يريد البي 2، شو يريد؟ يريد دلتا بي. يقول اخذ معامل فقدان السرعة، نعطيك فد معامل هذا مال التغير بالسرعة 0.82. فهنا شو نسوي احنا؟ نحسب السرعة من معادلة الاستمرارية. نقدر نحسبها لو ما نقدر؟ نقدر نحسبها. ليش؟ لأنه هو ايش منطيني؟ يقول يسري الماء في جهاز الأورفيس ميتر بسرعة، يعني خلال الفتحة هاي السرعة مالته، خلال الفتحة. فهنا شو نطبق؟ بس خلال الأنبوب ما منطيني ايش قد السرعة، خلال الأنبوب ما منطيني ايش قد السرعة. فشو نسوي؟ نستخرج السرعة خلال الأنبوب، هاي في 2، الفي 1 موجودة هو اعطيني اياها، الاي 1 قطر الفتحة الصور، والاي 2 هو قطر الأنبوب. خلينا نجي نشوف هنا، فهنا ورا ما يعوض، هنا هو ما يعوضها، ورا ما يعوض يطلع 7.5 متر بالثانية، هي السرعة في 2. زين، السرعة في 2 هنا من يجي يعوضها بالمعادلة، طبعا هنا المعادلة بهذا معامل فقدان السرعة، الطاكية هم لازم تضربه يعني بالمعادلة، ثابت هو الطاكية 82. فمن تعوض المجهول الوحيد اللي راح يصير عندك شنو؟ راح يصير عندك هو الدلتا بي. ليش؟ لأنه انت الأقطار مطيك إياها 3 بالعشرة و6%، مطيك إياها الأقطار، فتقدر تطلع الأي المساحات، والكثافة وش دي يقول لك هنا؟ يقول لك ماء لو شنو؟ يجري ماء، إذا كثافته 1000 كيلوغرام على المتر المكعب. هاي الكثافة أيضا معلومة، الفي 2 معلومة لو ما معلومة؟ أيضا هي استخرجناها معلومة. زين، إذا السي هذا هو الطانية ثابت، لازم هم أيضا آخذ بنظر الاعتبار، فطلع لي الفرق بالضغط. ها هي، فإذا كل اللي أريد أعرفه أني، كل اللي أريد أعرفه أنه يعني بالمعادلات الذنية، بس خلي في بالك مو شرط يريد السرعة. يعني هسه شوف هذا المثال ما راد السرعة، هو انطاني سرعة، انطاني السرعة اللي هي 0.3، انطاني اقطار، طلعت السرعة الثانية، ما عندي مشكلة بالسرعة، المشكلة وين عندي؟ بالدلتا بي. فانت اي جزء من المعادلة راح يكون مفقود انت راح تقدر تستخرجه.